دائرة التعويضات الآن وين المشكلة تحديدا؟ وإجتني شكاوي تقول مثلا بلد خالي لها يومين مدري ثلاثة أيام وغير منطقة خالي لها يوم وهاي المدينة مدمرة. لا إحنا بالنسبة للمناطق اللي مدمرة وأنا طلعنا لجنة وراحت إلى الشرقاط، هي اللجنة بالقاضي واللجنة معه راحوا للمناطق اللي بها أضرار كبيرة وبها جراحة، وأيضا لأنه هذه أيضا تدخل ضمن ملف التعويضات. فسوينا يعني حسب الدمار اللي صاير التعويضات مقسمة على الأيام، لكن الكم الهائل يعني الكم الهائل من المعاملات ما تكفي دائرة واحدة، وإحنا طلبنا أكثر من مرة لكن تشريع القانون ما يسمح أنه إلا تكون دائرة مركزية بالمحافظة. يعني إحنا فرضنا أن يكون قاضي في كل قضاء كان سهل علينا العملية، وأنه تكون يعني إنصاف للمواطن بموضوع التعويضات. يعني اسأل هسه أي مواطن يقول لك أنا عندي ملك يسوى له 150 انطوني 20 أو 30 مليون. يعني عملية التقييم وأيضا هي متباينة بين محافظة ومحافظة، ما نعرف الأسباب، هل هو الجهات اللي دتقيم أم الجهات اللي دترفع التقييم لل